مشكلة النهاردة تحير شوية لأن ما فيهاش تفاصيل دقيقة كتير. صاحبة المشكلة بتقول مأجرة محل من ناس بيشتغلوني طول الوقت، فصالهم كتير وبشكل غير مقبول، وبياخدوا الحاجة بمنتهى الصعوبة، وبيفصلوا لدرجة إني ابتديت أتضايق، وكل ده عشان أنا مأجرة منهم المحل. أتصرف إزاي؟ ابتديت أتخنق، حتى لما بيطلبوا تفصيل شغلي بيطلع ممتاز جدا، لكن بيطلعوا فيه عيوب ويفضلوا يقولوا لي الحاجة مش حلوة، الحاجة مش لطيفة. ولما بعرض الحاجات دي في المحل اللي رايح واللي جاي بيفتكرها جاهزة. ليه بيعملوا كده؟ واتصرف ازاي في المشكلة اللي انا فيها؟ اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مشكلة النهاردة كنت اتمنى يكون فيها تفاصيل اكتر من كده. يعني الناس اللي انت مأجرة منهم المحل دول، هل انت بتديهم الايجار في موعده؟ هل انت بتأخري عليهم؟ هل انت بتديهم الايجار على مرتين مثلا فبيتعاملوا المثل بالمثل؟ ما هو لازم نبقى فاهمين كل التفاصيل. ما هو انت لو انت دقيقة وبتدي الايجار يوم واحد او حتى اليوم اللي انتم متفقين عليه في العقد، اظن انه مش هيكون في سبب قوي يخليك تتكلمي وترفضي هذا الضغط النفسي منهم. بمعنى لولا انه في خدوهات، لولا ان في خدوهات بيني وبينهم لما كان الفصال. يعني انت وباختصار في بينك وبينهم تعاملات، بس انت ما ذكرتيش اذا كان في تعاملات ولا لا. فخلينا نتعامل ونتكلم على انه ما فيش تعاملات، وهم بيتصرفوا كده، هم طبعهم كده، شايفين انهم عشان بيأجروا لك المحل بيستغلوك وبيفصلوا المحل بتاعنا، وانت تقريبا كده الخياطه بتاعتنا. طيب خلينا نفهم واحده واحده. اول حاجه لازم تقولي لهم وتكوني صريحه وواضحه، وفي نفس الوقت وانت بتتكلمي تكوني محضره البديل. بمعنى لو سمحت ياسين انا بديك الايجار في ميعاده ومش بقلل منه، فهل ينفع اديك الايجار وانا بفاصل فيه؟ لا، ما هو كان اتفاق. طب طالما اتفاق بتقللي ليه من اجري؟ دي كلمه. الكلمه الثانيه هزار بقى وضحك كده، لا دي حسابها كذا، انا عليا ايجار بدفعه وعليا فاتوره كذا وفاتوره كذا، واصحاب البيت ناس صعبين قوي مش هيقدروا يصبروا. انا بقول لهم هم اصحاب البيت بس بنوع او بطريقه فيها هزار شويه. لا ما انا كده مش هدفع الايجار الشهر ده لاني انا ما لمتش الفلوس. دي طريقه. او انا اكتب كل حاجه هم بياخدوها فاخصمها من الايجار. وانا برجح الحل الثالث. بمعنى جابولي قميص وقالوا لي وضبيه، توضيبه رفعت الكم كسمت عملت 30 جنيه فرضا، هعمله. شوفي وانا واقفه بتكلم، انا شفت انا وبتكلم مش هعمله وبعدين اقول انا بعمله. حسابه 30 جنيه اشتغل؟ لا. بصي بقى اسمعي كل الفصال اللي عايزين يقول، اسمعي ما تقطعيش ما ترديش عشان ما تتعصبيش، اسمعي. بعد ما خلصوا كلام خالص 30 جنيه لو عايزه نكتبهم ونخصمهم من الايجار مفيش مشكله، لو مش عايزه انا بعتذر لك انا عندي ايجار لازم ادفعه. والله سهله، بس احنا اللي مضايقنا ومزعلنا ان في بيننا خدوهات بتخلينا ما بنقدرش نتكلم. وفي نفس الوقت لو انت حاسه ان الموضوع في بيننا خدوهات ومش قادره اتكلم، لازم تدوري على محل تاني، لازم تدوري على محل تاني بديل. لانه وقت ما توصل الامور لعدم التقاء هنا انا لازم اغير المكان واتعامل في المكان الجديد بسياسه جديده. هتقولي لي الخياطه سمعتها مهمه ولما بتعملي اسم في مكان بيبقى صعب تغيريه. لا على فكره عادي جدا، بفرض ان الايجار عقده خلص، اصحاب المحل مش عايزين يجددوا، خلاص هقف. يعني انا مش هشتغل؟ يعني انا مش هدور على مكان تاني؟ ابدا وبالعكس، وبالعكس جدا لازم ادور على مكان تاني. واعملي المكان التاني ده بديل، خطه بديله. ما اتفقناش وهنعمل مشكله عشان قميص او عشان 30 جنيه؟ طيب ان شاء الله اخر شهر اللي هي ده في المحل، ان شاء الله ده اخر شهر اللي هي في المحل. هتبصي تلاقي حاجه من الاثنين، يلا مع السلامه، يا اما وكبرتي الموضوع ده وهتبقي قاعده في المحل وهيتعاملوا معاكي كويس جدا زي ما انت عايزه، بس بشرط ما اخرش عليهم ايجارهم، بس بشرط انا اكون ملتزمه عشان هم كمان يلتزموا بكلامهم. ما هو اياك انا اكون بدفع الايجار على مرتين او باخره، وفي الحاله دي بقى انا متضايقه عشان بيفصلوا معايا. اذا امرت ان تطاع فامر بالمستطاع. خليكي لماحه وذكيه، اتعاملي بالمعامله اللي تحبي غيرك يعملها لك والعكس، فما تبقيش مضطره طول الوقت ان عايزاهم يكونوا مثاليين في الوقت اللي انت فيه مش مثاليه بالمره، والكمال لله سبحانه وتعالى. فهمنا هنعمل ايه؟
لازم لو حسينا مش هنقدر ناخد موقف نشوف مكان تاني، ولما نروح مكان تاني نكون موضوعين ومحددين من اول لحظة من اول دقيقة بنفصل. بس مش هروح اخد مكان تاني وراح اقول لهم على فكرة لو جيتوا تعملوا عندي لا 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 ما سبقش خالص، انا بأجر محل. بس بلاش الضحك كتير والهزار الكتير والعشم الكتير، الانطباع الاول يدوم. يعني انت وزوجك رايحين تتفقوا على محل، فبتقعدي تهرجي وتقعدي تتكلمي ده احنا مش عارف ايه واحنا قريب ايه واحنا الخد وهات ده بيخلي صاحبة المحل او صاحبة المكان تعرف ان الامور معاكي سلسة وسهلة. فبلاش، انت راح تأجري محل، السعر عجبك انا بيها، ما عجبكيش بتفاوض في حين انا محتفظة بالملامح ووشي الواقفة، خلي اللي قدامي يقول. فاهمة؟ انا لما بروح لحد اشتري منه حاجه شايفه وشه لا يقبل الفصال كلمش، المنتج عاجبني عاجبني مش عاجبني بمشي، عاجبني على سعره عاجبني مش عاجبني بمشي. انما انا اروح عشان انزل ايه، عشان انزل ايه واللي ايه ده يستاهل، الايه ده يستاهل انك تقعدي تعملي كده وتدفعي تمن ده بعد كده، ان هي تفضل كل شويه تجيب لك حاجه وتقول لك مش عارف ايه وتقبلي اول مره عشان هم اصحاب المحل وتقبلي تاني مره، شوفي انا فاهمه اللي حصل، وتقبلي تاني مره عشان هم اصحاب المحل وعشان انت عايزه تقعدي وعشان انت خدتي الايجار كويس وعشان وعشان، فتضطري بعد كده تلاقي نفسك اتلف حوالين رقبتك طوق اسمه الضغط النفسي والعصب مش قادره تكملي. قدمت لك الحلول وانا برجح لك الحل الثالث اللي انا قلته، انه يا فلانة ده هيكلف 10 قروش هنكتبهم ونخصمهم من الايجار. والله عايزة عايزة مش عايزة خلاص هاتي، هتقولك كده هاتي مش هنعمله، مع السلامة. هي ليها ايجارها يوصلها وبس، ليها ايجارها يوصلها وبس. وقبل ما تفكري ان هي ممكن تمشيكي انا اكون مجهزة البديل، اكون مجهزة البديل، والبديل كورقة ضغط لانها ربما ما تبقيش محتاجة تنقلي من المحل ولا حاجة، لان انا لو دي بتريحني في دفع الايجار، لو دي بتريحني بدفع الايجار هستحمل. فهمنا كده الموضوع؟ الفيديوهات اللي بنقدمها بنقدمها بناء على مشكلات انتوا بتبعتوا، اتمنى وانتوا بتبعتوا الموضوع يكون كامل التفاصيل عشان اقدر اسرده قدامكم بشكل تحليلي تقدروا من خلاله تلاقوا الحل المناسب لكم. بشكركم جدا جدا، وما تنسوش يا جماعة ان اي حد عنده مشكلة لو مش حابين تكتبوا تعليق على عام عندنا رقم واتساب 010-65-601774. كمان هذا الرقم للاستفسار على كورسات تعليم الخياطة، كورسات تعليم الخياطة والتفصيل واصلاح الملابس، وكمان عشان تحكوا مشكلتكم في الخياطة. بشكركم جدا جدا، كنت سعيدة وانا معاكم، كنت سعيدة بتفاعلكم جدا، لكم مني كل التحية، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.